دعم تنظيم الحمدين للإرهابي لا يتوقف حتى داخل السجون. رجل الأعمال الفرنسي جان بيير مارونجي المدان بسبع سنوات في قطر كشف حقائق مثيرة. في عام 2017 سجنت قطر 25 داعشيا شاركوا بصفوف التنظيم في سوريا، لكنها خدعة، فإرهابي داعش تمتعوا بمعاملة خاصة داخل السجون، واعتقالهم جاء بمثابة حفلة تنكرية لخداع الإعلام الغربي بأنها تكافح الإرهاب. بحرية تامة تحرك الإرهابيون داخل وخارج السجن وأصدروا الأوامر للعاملين به، أجبروا المعتقلين المسلمين على إطلاق اللحى، وجمعوا من غير المسلمين الجزية، قتلوا معتقل لاعتراضه على تجاوزاتهم، ثم أطلق سراحهم بعد 24 يوما فقط. تميم يشوه كل شيء حتى وجه العدالة.